حافظ لكتاب الله وقدمته ليبيا هدية للمغرب. حقائق قد لا تعرفها عن محطم القلوب البلجيكية زكريا أبو خلال. سجد ودعا ربه بتحقيق حلم الشعب المغربي وحلمه الشخصي بالتسجيل في كأس العالم، وها هو يفعلها وينصر المغرب على بلجيكا ويسجل الهدف الأهم في مسيرته الاحترافية الذي كان تتويجا لمجهودات لاعب متدين خلوق محبوب في كل الفرق التي مثلها. فمن هو زكريا أبو خلال؟ إمام ومؤذن البعثة المغربية في قطر الذي فطر بقدمه قلوب شعب دولة بأكملها. لمع اسم لاعب فريق الكامار السابق وتولوز الحالي مع المنتخب المغربي خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالكاميرون، وهو ما منحه فرصة تمثيل أسود الأطلس في بطولة بحجم كأس العالم 2022، تتويجا لاختياره اللعب بألوان المنتخب المغربي على حساب نظيره الهولندي كونه ولد في مدينة روتردام. اللاعب صاحب 23 عاما بجانب تميزه الكروي وامتلاكه لموهبة واعدة تبشر بالكثير في المستقبل، يعتبر واحدا من أكثر اللاعبين العرب التزاما بالدين في أوروبا. حافظ زكريا طوال فترة صباه على اتباع تعاليم الدين الإسلامي بعدما تربى في بيت عربي مسلم لأم مغربية وأب من ليبيا، وانعكس ذلك على سلوكياته الحميدة ويشهد لأخلاقه بالدماثة والرقي، حيث يعتبر من اللاعبين أصحاب المواقف النبيلة بداية من تكفله بنفقات طفل مغربي قبله أثناء زيارته للمغرب وعرض عليه السفر إلى هولندا للعيش معه، مرورا بوقوفه مع أسرة لاعب أياكس أمستردام عبد الحق نوري وزياراته المستمرة للنجم النائم في المستشفى وتقديم قميصه السابق مع الكمار هدية للأسرة. يحرص زكريا أيضا على الحفاظ على فروض الدين الحنيف، ورغم صعوبة الصوم في الملاعب الأوروبية إلا أن أبو خلال لم يتنازل عن صيام شهر رمضان منذ صغره، ويحاول التأقلم مع الصوم والتدرب في آن واحد ولا يجد أي مشكلة في ذلك، كما يتمسك دوما بتأدية الصلوات الخمس في ميعادها، وشوهد مؤخرا وهو يقيم الليل في مساجد مدينة الكمار، حتى أنه كان هو من يؤم المصلين بنفسه نظرا لحفظه لكتاب الله الحنيف. شخصية أبو خلال الرائعة ومثابرته وعزيمته استحقت تلك الفرحة الغالية في ملعب الثمامة، ونحن جميعا سعداء من أجل هذا اللاعب الرائع، ونتمنى له ولبقية عناصر الأسود التوفيق في قطر. والآن نترككم مع تلاوة عطرة للقارئ الإمام اللاعب زكريا أبو خلال. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان.